أعلن وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن بلاده تقف مع المملكة العربية السعودية في كل خطوة تتخذها لحماية شعبها من أعداء الأمة ودعاة الإرهاب ووكلاء التنظيمات وأعوان الشياطين. جاء ذلك في تغريدة للوزير البحريني على موقع تويتر. وكان الوزير قد أكد في وقت سابق أن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لم ولن تسعى لتهديد قطر عسكريا، إلا أنها لن تسمح لأي طرف بتهديد أمن شعوبها واستقرارها.